الحكومة العراقية أشبه ما تكون بالوسيط، يعني هي مو طرف. وسيط بين من؟ بينها وبين المقاومة يعني. هي طبعا يعني اليوم اللي طرف مقاومة وطرف جانب أمريكي، والوسيط هي يعني الحكومة يعني العراقية. يعني الحكومة راضية بوجود الأمريكي لو لا؟ لو واقعا الحكومة والقوى السياسية كلهم ما عندهم مشكلة بالبقاء. كلهم شلع قلق. كورد مبينة واضحين يقولون احنا ما عارفين. حتى جماعتنا، بس جماعتنا شنو؟ جماعتنا جماعتكم ياهم، قصدك الشيعة. اي الشيعة. جماعتنا عندهم يعني قضايا تتعلق بالتاريخ، تتعلق بالجمهور، تتعلق بالكتل يعني بالانتخابات. والا لو خلي ونفسه وماكو ضغوط ما عنده مشكله الامريكي يتعامل وياه كصديق. بس بيانات الكتل السياسيه الشيعيه هذا يعني مكره اخاك لا بطل. هذا نتيجه الضغط ونتيجه الجمهور. الجمهور اليوم ايضا هم ما حد يستهين الجمهور العراقي، هم ما حد يستهين به. اللي يدخل اللي يريد انتخابات ما يخالف، يكون يرفع رايه اذا الحكومه تريد بقاء القوات الامريكيه. ليش صرح رئيس الوزراء بانه لا حاجه لقوات التحالف في العراق؟ وفي اكثر من مره صرح بانه هذا نتيجه الضغط، يعني مو يعني الحكومه وحدها هي ما تريد القوات الامريكيه. لا، نتيجه اكو قوه فاعله على الارض ومؤثره اللي هي القوه 3/4 مو كل الشعب العراقي، 60% من الشعب العراقي ما يقبل بالقوات الأمريكية. زين. الفصائل أيضا، الفصائل اليوم كل الفصائل وهي أرقام صعبة ترفض الوجود الأمريكي. بالتالي هذه قوة، هذه أرقام تغير المعادلة.